بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيم القنصلية العامة لجمهورية العراق مأدبة الإفطار السنوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وتتقدم القنصلية لكم بأحر التهاني وأزكى التبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وأعمالكم، وأن يمن على عراقنا الحبيب بالعز والأمن والأمان. خير ما نفتتح ليلتنا هذه تلاوة خير ما نفتتح به ليلتنا هذه تلاوة معطرة مباركة من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا القارئ الأستاذ حيدر العزاوي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين و
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الحفل الكريم. نستمع الآن إلى النشيد الوطني العراقي. كلمة الآن لراعي الحفل القائم بالأعمال في قنصلية جمهورية العراق في ديترويت الدكتور الأستاذ أحمد مصطفى. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. السادة العلماء الأفاضل، الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في هذه الأيام والليالي من هذا الشهر الكريم. يؤسفنا أن البعض لم يكن حاضرا معنا بسبب سفرهم والارتباط المسبق للبعض الآخر. في البدء أرحب بكم شاكرا لكم الحضور وتلبية الدعوة
رغم انشغال البعض والتزامن والتزاحم الدعوات في هذا الشهر المبارك. كما أود في البداية أن أنقل لكم تهاني وتبريكات السيد وزير خارجية جمهورية العراق المحترم بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، وأود أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي بأطيب التهاني والتبريكات، سائلاً المولى القدير أن يعيده على الجميع وعلى عراقنا العزيز وشعبه المؤمن الصابر بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع بلدان العالم والإنسانية بالرفاه والأمن والأمان. إنها فرصة طيبة أن نلتقيكم اليوم في هذا الشهر الفضيل، إذ تجمعنا وإياكم روح التآخي والتسامح والمحبة. وأعتقد جازماً ونحن في هذه الأيام المقدسة أفضل ما نعزز في نفوسنا هي هذه المفاهيم الربانية العظيمة، فالواجب يقتضي أن نسمو ونترفع عن كل ما يعكر صفو العلاقات بين بني البشر، طالما أن الجميع يؤمن بواحد أحد أغدق على عباده من النعم الكثيرة، وطالما ارتضينا أن نعيش معا تحكم علاقاتنا القيم والتعاليم التي جاءت بها كل الرسالات السماوية والقوانين الوضعية التي سنت في ضوء تلك القيم والتعاليم. السيدات والسادة الأفاضل، لقد شهدت فترة وجودي معكم وبينكم منذ تسلمي مهام رئاسة البعثة القنصلية أياما ومواقف وعلاقات أخوية صادقة لا يمكن أن يزول أثرها الطيب من النفس والذاكرة على مستوى العمل الوظيفي والعلاقات الشخصية والاجتماعية، حيث أنكم تمثلون بالنسبة لي شخصيا وللقنصلية بشكل عام الثروة في أخوتكم وتعاونكم ومحبتكم الصادقة وإخلاصكم وانتمائكم لبلدكم وحفاظكم على هويتكم رغم تحديات الهجرة والاختراب. كنتم وما زلتم خير عون للقنصلية ولإنجاح مهمتي ومسؤولياتي الوظيفية ومن سبقني من الزملاء من خلال تعاونكم واستجابتكم في العديد من المواقف التي لمستها منكم، فاستطعنا ونستطيع معا أن نقرب وجهات النظر بين أبناء جاليتنا وتقاربها أشخاصا ومؤسسات من خلال التواصل الاجتماعي والمناسبات العامة والخاصة. وأشكر الله أنني استطعت بلطفه وتسديده ودعم الوزارة وهمة الزملاء أن نقدم وما زلنا بوسعنا لخدمة الجالية في ديترويت عراقيين وعرب وأجانب وتطوير العمل القنصلي بأفضل الوسائل والطرق الممكنة على استحداث برامج تقنية وإدارية تدخل في مجال العمل القنصلي، ما يعكس أثره على الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن العراقي في مغتربه الأمريكي، وضمن الإمكانيات والصلاحيات والضوابط والتعليمات حماية لحقوق المواطن ذاته. وما زلنا في القنصلية نسعى لتطوير جودة العمل وتنظيمه بالطرق المثلى والإمكانات المتاحة والتنسيق مع مركز الوزارة في كل من شأنه أن يخدم الجالية بشكل الذي يتناسب مع حجمها وتنوعها ونوعها، وتعزيز وتطوير العديد من الرؤى والأفكار والدراسات والمقترحات التي نعمل عليها وتقديمها لمركز الوزارة، ومتابعة شؤون وقضايا جاليتنا بشكل متواصل ومباشر، إذ أن قنصليتنا تنفرد في كثير من نوعية الخدمات المميزة من بين جميع البعثات السياسية والقنصلية الأخرى، اهتماماً منها ومن الوزارة بشؤون العراقيين المغتربين وتفهماً لأوضاعهم. وأملنا أن تستمر هذه الحركة الدؤوبة من التركيز على العمل للوصول إلى أفضل مستويات الأداء التي ترتقي بها وزارة الخارجية قيادة وتجربة بعد أخرى. ومن خلال عمل الكادر القنصلي الذي عهدته كادر كفو ومتميز بشهادة كل من اطلع على عملهم وأدائهم الوظيفي وخدمتهم لأبناء جاليتنا وتفانيهم بعملهم، ومن خلال مسيرة عملنا معا استطعنا أيضا أن نحقق أفضل مستوى ممكن للتواصل مع جاليتنا الكريمة بشتى الطرق والوسائل المتاحة
التي من شأنها أن تخدم المواطن فضلاً عن التواصل مع الجانب الأمريكي ومؤسساته ذات العلاقة وطبيعة عملنا القنصلي وانفتاحنا على القنصليات العربية وغيرها المعتمدة والفخرية في المنطقة وتفعيل العديد من البرامج والنشاطات والاهتمامات المشتركة ومنها القنصلية والثقافية والإعلامية والرياضية والاجتماعية. كل ذلك وما زلنا نشعر بالتقصير الكبير اتجاه بلدنا واتجاهكم، إنما تحكمنا العديد من القضايا الفنية والوظيفية وعديد من الأولويات، وانشغال وصب واهتمام إدارة بلدنا وقيادة الوزارة في شؤون عديدة وتحديات كبيرة ومهام جسام تكللت نتائجها بالانتصارات العراقية دبلوماسيا وعسكريا، والتي تحققت في تحرير الموصل الحدباء ومناطق أخرى من المجاميع التكفيرية والإرهابية، فضلا عن التحديات الكبيرة التي مرت على بلدنا أمنيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا، والتي أثبت فيها العراق وفي كل مرة قيادة وشعبا أنه رمز الصبر والثبات الذي حقق النصر حتى استطاع أن يصل إلى مرحلة كان البعض يراهن على إفشالها، وهي العرس الانتخابي الذي أثبت العراق تجربة فريدة فيه. رغم التحديات التي يشهدها هذا الملف الكبير والمعقد والمهم في إرساء مفهوم الديمقراطية الوليدة وتجربة العراق الفتية التي تميز فيها وسط المنطقة من حوله. الحضور الكرام، نتذكر جميعا أننا التقينا في الأعوام الماضية في ليال مباركة من شهر رمضان الفضيل مشابهة لهذه الليلة من حيث أجوائها وحضورها الكريم، رغم أني لم أوفق لحضور بعضها بسبب السفر والالتزامات الرسمية خارج الولايات المتحدة حينها، إلا أننا كنا نعيش الألم في أعلى مستوياته بسبب التجربة القاسية التي كان يعيشها بلدنا العزيز في مواجهته للمجاميع الإرهابية وما لذلك من تداعيات. أما في هذا العام وفي هذه الليلة نعيش جميعا بمختلف قوميات ومكونات شعبنا العراقي العزيز وبلدنا أوضاعا مختلفة يؤطرها ويتصدرها الأمل، الأمل الذي عاد إلينا بفضل الله وهمة وشجاعة وبسالة قواتنا المسلحة والأمنية منها وفرسان العراق من الحشد الشعبي والبشمرقة والعشائر الذين حققوا الانتصارات مقدمين دمائهم وأرواحهم فداء للأرض والعرض ودفاعا عن الأرواح والتاريخ والمقدسات والحضارة، ملبين نداء المرجعيات الرشيدة وتوجيهات رجال الدين من مختلف الطوائف والديانات والواجب الوطني. هؤلاء هم أبناء العراق الذين استطاعوا تحقيق انتصارات رائعة على الإرهاب وإيقاف تمدد عناصره، كما إنهم أربكوا السيناريوهات المعدة لتمزيق العراق والمنطقة وأوقفوا المخططات الرامية إلى اقتتال أبناء الشعب العراقي فيما بينهم. ولذا لا يفوتنا أن نحيي في هذه الليالي المباركة من هذا الشهر الكريم أبناء جيشنا العراقي في مواجهاته ودفاعه عن سيادة البلاد ولما سطروه من ملاحم بطولية تتغنى بها الأجيال. دعاؤنا لهم جميعا بالنصر المؤزر والحفظ والتسديد. مرة أخرى وقبل الختام أجدد شكري لكم جميعا على تلبيتكم هذه الدعوة وحضوركم، داعيا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا جميعا لما فيه خير العراقي وأهله وجاليتنا الكريمة، على أمل أن نلتقيكم في مناسبات طيبة أخرى. شهر مبارك على الجميع، وكل عام وشهر رمضان عراقنا وشعبنا وجاليتنا وعالمنا الإسلامي والعربي والإنسانية جمعاء بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا وطنا أساقيه اغترابا فيضمئني بذكراه الرحيل، كتمتك في جفون العين عشقا
ولم أدري بأشواقي تسيل، ولم أدري بأن النأي سيف على نزف بأحشائي يصول، وأن هواك نقش سومري ومحوك عن جبيني مستحيل. تسافر في عروق القلب نبضا ويسكنني فراتك والنخيل، ودجلة في دمي يجري وإيدا، وفي روحي حمائمه تجول، ترف بخافقي جنحا وتعلو، وفي شفتي يختلج الهديل. الفقرة الآتية فيلم تسجيلي من إعدادي وتصويري وتنفيذ قناة سكاي ميشيغان تي في، وإخراج الإعلامي هيثم الدفاعي، والموسيقى التصويرية لجليل البصري. هذا الفيلم بعنوان القنصلية العراقية مؤسسة دولة وخدمة مواطن. نتمنى أن تقضوا معه أفضل الأوقات.